هذا سائل يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى، ولا إله إلا الله، هل هنا النفي في هذين المثالين نفس المعنى؟ لا رقية، هذا نفي، نفي للرقية الكاملة، لا رقية كاملة إلا من عين أو حمى. وأما لا إله إلا الله فهي نفي للشرك وإثبات للتوحيد، المعنى مختلف. يعني تبي نفي الرقية مثل نفي الشرك؟ لا. نعم.